تمام يا دكتور. في سؤال بعدين حضرتك، على موضوع القوانين. يعني انا الكلام ده لسه كنت شايفه محاضرة قريب. هو الناس كلها شغاله بيم، بس ما تخش بالها من نقطه القوانين، يعني ان هو في العقد لازم يكتب ايه اللي يحصل. مثلا هقول لحضرتك مثلا مثال، الموديل بتاع مين؟ هل الراجل اللي عمل الموديل ولا بتاع الشركه؟ لان المحاكم عندنا اصلا ما تعرفش كده، فهتيجي في البيم والريفت مش تقدر تفتي. فعايزين حضرتك الموضوع دوت. انا بنصحك انه تشوف هلا في contractual language protocol هلا released من يومين من سنغافورة، بيوضح هذه الامور بطريقه جيده. ولكن خلينا اذا بدنا نفصلها شوي، بنقول انه الموديل اونر هو غيره، يعني الاليمنت الاوثر. هلا بالبيم انت بتعرف هو مجموعه من الاليمنتس، وببقى انت يعني انه هو مش موديل واحد، ولكن ممكن معمول من حيطان، من ابواب، من سلابز ارضيات، من داكتس، من ستراكشرال بيمز. في تفرقه بموضوع الكونتراكتس بين مين الموديل اونر، يعني مين هو اللي اون ذا موديل ات ذا اند، ومين بالاول هو يعتبر الموديل اوثر، يعني مين اللي بنى هيدي الفاميلي، ومين هو اللي بنى هيدي السلاب، وعنده المسؤوليه انه يضلوا to take care of it until it is submitted at the end as part of the final product. ففي فرق بين الاوثر والاونر. هلا طبعا كله بيتبع الكونتراكت، وشي بسموه بوقتنا هلا البيم اكزكيوشن بلان او بيم مانجمنت بلان. مين who owns the model or part of the model and who authors the model and who stops authoring the model and there is a change of responsibility. هذا كله صار regulated بمجموعة من الـ protocols. بأستراليا اسمه BIM Management Plan، بإنجلترا اسمه BIM Execution Plan، بأمريكا اسمه BIM Execution Plan.